أسعد الله صباحكم بكل خير. معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوى، عطوفة محافظ محافظة أريحة والأغوار الأخ جهاد أبو العسل المحترم، معالي السيد ماهر مصري رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، السيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، السيد كريستيان غلاكس الممثل المقيم عن الحكومة الألمانية، معالي وزير القدس السيد فادي الهدمي، أصحاب السعادة والمعالي، السيدات والسادة الكرام، أهلا وسهلا بكم. يسرني أن أرحب بكم اليوم في باسم سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الفلسطينية الأوروبية لضمان القروض في المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي لعام 2019، والذي يتناول هذا العام التمويل المصرفي وأفاق التنمية الاقتصادية. يرجى الوقوف للسلام الوطني. الحضور الكريم، لقد أطلقت سلطة النقد الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة الماضية عدة استراتيجيات هامة جداً ستساهم في تنمية الاقتصاد في فلسطين، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال، استراتيجية وسائل الدفع الإلكتروني، واستراتيجية قطاع الإقراض المتخصص، وذلك بهدف تطوير الخدمات المصرفية والمالية وتعزيز وصول شرائح المجتمع المختلفة لها. ويهدف مؤتمرنا اليوم إلى مراجعة السياسات الائتمانية لجهات الإقراض في فلسطين خلال العشر سنوات الماضية، وكيف أثرت في تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وما هي التحديات وما المطلوب لتطوير تلك السياسات بما يتواءم مع خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية. يسرنا الآن أن نستمع إلى كلمة معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوى. أسعد الله صباحكم. عطوفة محافظ محافظة أريحة والأغوار الأخ جهاد أبو العسل حفظه الله، معالي الأخ ماهر المصري المحترم رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، سيد يوسف حبش المحترم ممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، سيد كريستيان كلاجس المحترم ممثل المقيم للحكومة الألمانية. واسمحوا لي أن أرحب أيضا بضيفنا اليوم معالي فادي الهدمي، والذي هو شرفنا وأبعد حاله شوي عن القدس، والله يعينك على القدس. السيدات والسادة الضيوف الكرام مع حفظ الأسماء والألقاب، أسعد الله صباحكم جميعا. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر على حضوركم ومشاركتكم لنا في مؤتمرنا التمويل المصرفي وأفاق التنمية الاقتصادية. تعودنا كل عام أن يكون لنا مؤتمر خاص في مادة خاصة في موضوع مهم استراتيجي لفلسطين. السنة أخذنا على عاتقنا أن يكون المؤتمر هو له علاقة بأفاق التنمية الاقتصادية، والذي يتناغم ويتناسب أيضا مع سياسة الحكومة والسياسة الاقتصادية العنقودية، والذي يعقد في مدينة القمر، وقد أقدم مدينة عرفها التاريخ البشري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين. كما اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لشركائنا من جمعية البنوك، مؤسسة التمويل الدولي، المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض، على مساهمتهم معنا في الإعداد لهذا المؤتمر. الحضور الكريم، دأبت سلطة النقد من خلال عقد مؤتمر
المؤتمر السرب المصرفي السنوي التركيز على بعض المواضيع ذات العلاقة بالقطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام. الحضور الكريم، نحن عانينا ونعاني من في الاقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات الطويلة من العديد من التحديات والمعيقات التي أثرت على أنشطة وقطاعات الأنشطة والقطاعات المختلفة وأحدثت أثراً سلبياً في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تجسدت بشكل واضح في تدني معدلات النمو المتحقق صاحبها ارتفاع في معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية وتراجع في مستويات المعيشة. ناهيكم عن الأزمة المالية التي عانت منها الحكومة الفلسطينية على خلفية احتجاز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال. حضورنا الكريم، مما لا شك فيه أن البنوك المركزية والأجهزة المصرفية ومؤسسات التمويل الأصغر تستطيع أن تلعب دوراً فاعلاً في تحفيز النمو الاقتصادي وإعادته إلى مساره الطبيعي، فلم يعد دور البنوك المركزية مقتصراً على وظيفتها الأساسية المتمثلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، بل تعداه ليشمل الجانب التنموي أيضاً. ويعتبر التمويل من الحقائق المسلم بها في الفكر التنموي لما له من أثر ودور مهم في رفع معدلات النمو والتخفيف من مشكلة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل جديدة لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. الحالة الفلسطينية ليست استثناء، فدعم السياسات الاقتصادية العامة الهادفة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة يعتبر أحد المهام الرئيسية لسلطة النقد، ويلعب القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الأصغر المحرك الرئيسي فيها، وذلك من خلال تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو تمويل المشاريع والخطط الائتمانية. وأضحى القطاع المصرفي الفلسطيني يحتل مركزاً هاماً ومتنامياً في الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها سلطة النقد منذ عام 2006، وهدفت بشكل أساسي إلى ما يلي: تعميق الروابط بين القطاع المصرفي والمالي وقطاعات الاقتصاد الفلسطيني المختلفة في زيادة تكوين القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد ورفع واستدامة معدلات النمو الاقتصادي، تأسيس البنية التحتية المالية والمصرفية الضرورية لتعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الفلسطيني، الارتقاء بالجهاز المصرفي وجعله أكثر متانة وحداثة وجودة في تقديم الخدمة المصرفية وبما يضاهي الأنظمة المصرفية العالمية. اسمحوا لي أن أذكر بأن سلطة النقد ومن خلال التعاون مع القطاع المصرفي كانت سباقة في إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز دورها في مجال التنمية الاقتصادية، ومن هذه المبادرات نذكر تعزيز الشمول المالي والذي توج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، واستراتيجية تمويل قطاع التمويل الأصغر في فلسطين، تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى مصادر التمويل، تنشيط قروض الإسكان والرهن العقاري، توجيه الإقراض نحو مناطق وأنشطة اقتصادية مستهدفة، أيضا توجيه الإقراض نحو القدس الشريف، العمل على تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا وماليا. حضورنا الكريم، من الواضح أن التجربة الفلسطينية في مجال التمويل لها وما لها وما عليها، على الرغم من كون الكثير من التقارير تشير إلى العلاقة القوية بين النمو الاقتصادي ونمو الائتمان، إلا أنه في حالة الفلسطينية بقيت هناك فجوة مستمرة في مستويات النمو لهذين المتغيرين، الأمر الذي يشير إلى مساهمة الائتمان والتي لم تكن بالشكل الكافي لتحريك عجلة الاقتصاد. مما لا شك فيه في أن مثل هذا الوضع يضع صناع القرار وراسم السياسة أمام منعطف ونقطة تحول جديدة تستدعي بالضرورة تضافر كافة الجهود للبحث في الوسائل والسبل الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد وإعادته إلى مسار التعافي والنمو. حضورنا الكريم، إذا ما كنا نريد أن نكون مشاركين ومساهمين فاعلين في التغلب على المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني وإعادته إلى مسار التعافي والنمو وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطن الفلسطيني لتعزيز صموده، فهذا الوضع يتطلب منا كسلطة نقد وجهاز مصرفي التركيز على جانبين: الأول، إعادة النظر في تجربتنا وسياستنا الائتمانية وتقييمها. الثاني، تطوير سياسات ائتمانية جديدة
تستهدف بدرجة أساسية بعض القطاعات الاستراتيجية التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بما يتوافق مع خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية للسنوات القادمة. لا ننسى أن فلسطين تمتلك مجموعة من نقاط القوة ذات الأثر الإيجابي على التنمية، ممثلة بحداثة الإدارة الاقتصادية، مؤسسات المجتمع المدني، رأس المال البشري، العمق العربي والإسلامي، والسياسات الحكومية ذات العلاقة. في الختام، كل أمل أن يتمخض مؤتمرنا ومن خلال مشاركتكم عن مجموعة من التوصيات الكفيلة بتعزيز دور القطاع المصرفي في مجال التنمية. وكلمة شكر أخيرة لكل من حضر هذا اليوم إلى أريحة، مدينة القمر، المدينة الجميلة، ونعرف أن الوقت الثمين، ولكن إن شاء الله بكون مؤتمرنا أيضا هو مؤتمر فعلا ينتج عنه كل الاحترام والتقدير. مر شكرا. من أريحة إلى غزة، وأنا أعتذر باسم أريحة وغزة أو باسم فلسطين لأن هذه حقها كبير، يعني اليوم هذا يكتمل فرحنا المبدئي بوجود أهلنا في غزة على الفيديو كونفرنس، ولكن إن شاء الله في السنوات القادمة بنكون غزة وأريحة والقدس ورام الله وكافة محافظات فلسطين مجتمعة في قاعة واحدة وتدرس وتراجع وتناقش ما هو موضوع جدول الأعمال. إن شاء الله يكون هناك ملف خاص فقط لإعمار غزة، إعادة إعمار غزة، إعادة بنية غزة، وهذا يعني وعد منا جميعا، مش من المحافظ لا، إنما من الجميع، لأنه هذا دائما بيصير بالطاولات والغرف المغلقة. ربنا يرجع الخير، وإن شاء الله الانتخابات بتجيب نتيجة إيجابية وبتكون فعلا رسالة، مش سبنا من مصالحة وصلح وإعادة وإنقسام، هذا كله صار وراء ظهرنا، نأتي إلى رؤية جديدة في فلسطين، وغزة حاضرة، أريحة حاضرة، وأهلا وسهلا في الجميع. شكرا، اعتذاري مرة ثانية. شكرا معالي المحافظ. أسعد الله صباحكم زملائي الأود، لأنكم ألحقتم علي. يعتبر الجهاز المصرفي العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وكان له الدور البارز في دعم الاقتصاد أيضا خلال الأزمات المختلفة التي مر بها شعبنا. والآن مع كلمة معالي السيد ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين. صباح الخير جميعا. أخونا أبو تامر محافظ سلطة النقد، الأخ جهاد محافظ محافظة أريحة، السيد ممثل ألمانيا حكومة ألمانيا، والأخ يوسف حبش مثل IFC، الزملاء والزميلات والإخوة والأخوات هنا وفي غزة هاشم، يسعد صباحكم جميعا. نلتقي اليوم في تحت شعار التمويل المصرفي والتنمية. حقيقة إحنا كلكم تعرفوا، كان تعرفوا أكتر مني قديش إحنا مرينا خلال هذه السنة في مصاعب ومشاكل كبيرة جدا، واجهتنا ظروف صعبة جدا، أساسا هي واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها، وأيضا انعكس ذلك على الشعب الفلسطيني وعلى البنوك طبعا بطبيعة حالها، والممول الرئيسي للمشاريع التنموية في البلد. ولكن مع ذلك القطاع المصرفي نجح في أولا أن يمد يد العون والمساعدة للحكومة الفلسطينية وبشكل قوي، بحيث حافظت على مستويات معقولة ومقبولة من التدفقات النقدية للموظفين الحكوميين وأيضا القطاع الخاص، وبنفس الوقت استطاعت أيضا أن تستمر في سياستها التمويلية في البلد. ما في شك أنه لا يزال الوضع غير مستقر في فلسطين من الناحية السياسية والمالية بطبيعة الحال والاقتصادية، ونواجه اقتصادا راكدا إلى حد كبير، وهذا يستدعي أن تتكاتف الجهود، جهود السلطة
وسلطة النقد والبنوك والمواطنين من أجل الخروج من عمق الزجاجة التي لا نزال موجودين فيها، وإن شاء الله أن السنة الجاي تكون أوضاع أفضل. هذا شو بيعني؟ هذا بيعني أنه السلطات المتعددة واللي لها علاقة في التمويلات والتدفقات النقدية والسياسة المالية يجب أن تكون متناغمة وأن تعمل سويا يدا بيد من أجل النهوض في الاقتصاد الفلسطيني والمساهمة في تنميته. البوتقة التي تجمع هذه الأطراف هي البنوك الفلسطينية، لأنها هي بالنهاية المجمع للأموال التمويلية والاستثمارية في البلد، سواء أتت تلك الأموال من الحكومة من خلال صندوق تكلم دولة الرئيس الدكتور محمد الشتيه عنه بالتمويلات لبعض المشاريع وفي أماكن معينة، أو كان ذلك من خلال التشريعات والسياسات الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تحسين الخدمات وخدمة المواطنين وسهولة التوصل إلى مصادر المال. البنوك مستعدة تماما أن تكون هي الحاضن ضمن هذه المجموعة المتناغمة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني. بنفس الوقت نحن نقول لابد من أن تكون أرجلنا على الأرض، نخطط وننفذ، لا نخطط فقط ولا ننفذ ولا نتكلم بدون التنفيذ. علينا أن نكون واضحين، البنوك مستعدة للتمويلات التي لديها جدوى اقتصادية، والحكومة لديها تمويل من أجل دعم المشاريع التنموية المطلوبة، سواء للصناعات الإحلالية أو للزراعة أو للإنفورميشن تكنولوجي للتكنولوجيا. فإذا الضامن بكون الحكومة بصندوقها، المشاريع الحيوية التي أيضا أنشئ صندوق من قبل رئاسة الوزراء دولة الرئيس من أجل وضع دراسات للمشاريع التنموية، وشاركت وساهمت جمعية البنوك والبنوك جميعها في دعم هذا الصندوق للدراسات من أجل أنه يضع دراسات جيدة، والبنوك مستعدة أن تقوم بما يتوجب عليها القيام به. هذه العصبة المتينة هي التي تستطيع أن تنقلنا خطوة خطوة. لا أحد يتوقع قفزة نوعية بالاقتصاد الفلسطيني بخلال فترة زمنية قصيرة. نحن ناس موضوعيين ونعرف المعيقات ونعرف التحديات. المهم أن لدينا الإرادة الصلبة التي تمكننا من التقدم إلى الأمام. مررنا بأوقات صعبة جدا وسنمر بأوقات صعبة جدا، ولكن إحنا منقول ودائما منقول، وإحنا كشعب فلسطيني يا جبل ما يهزك ريح، وإحنا هيك مش مجازا حقيقة. فإحنا البنوك الفلسطينية ستقف دائما مع التنمية الاقتصادية وستكون حليف رئيسي لسلطة النقد وللحكومة، ونحن نحيي من هذا المنبر تعاون سلطة النقد بقياداتها التنفيذية وعلى رأسها المحافظ في كل المراحل التي مررنا بها السابقة، ونحن متأكدون أننا سنبقى كذلك في المرحلة القادمة. وكذلك لا بد من التنويه بأن دولة رئيس الوزراء وحكومته الرشيدة يمدون لنا كل العون والتعاون من أجل أن نتقدم إلى الأمام ونمر من هذه المرحلة الصعبة حتى نستطيع أن نضع أرجلنا على طريق صحيح من أجل النمو الاقتصادي
ولمصلحة الشعب الوطني الفلسطيني. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا معالي السيد ماهر المصري. تقدم مؤسسة التمويل الدولية دعمها للاقتصاد الفلسطيني باستثماراتها بالقطاعات المتنوعة وخبرائها الدوليين والتعاون مع مختلف المؤسسات الفلسطينية في دفع عجلة التنمية. يسرنا أن نستمع لكلمة الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية السيد يوسف حبش. السلام عليكم. معالي محافظ السلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوى، عطوفة محافظ أريحة والأغوار السيد جهاد أبو العسل، معالي السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، السيد كريستيان كلاغ ممثل ألمانيا في فلسطين، السيدات والسادة الحضور الكريم هنا وفي غزة، أسعد الله صباحكم جميعا. إنه لمن دواعي سرورنا في مؤسسة التمويل الدولية IFC أن نشارك في استضافة هذا المؤتمر الهام حول مستقبل القطاع المصرفي الفلسطيني. ففي أوقات تتصاعد فيه التحديات التي تحيط بالعمل المصرفي وتزداد متطلبات الالتزام، ومن تسليمنا بأن التمويل المصرفي دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، إلا أن لكي يتسنى هذا القطاع من لعب هذا الدور لابد من أن تتوفر ثلاثة عناصر رئيسية. أولاً، هو وجود استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتسهيل سبل الحصول على التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وفئات الأعمال المهمشة التي لا يمكنها الحصول على التمويل بسهولة. ونحن سعداء أن سلطة النقد الفلسطينية قد أطلقت مؤخراً استراتيجية الشمول المالي في فلسطين. وأما العنصر الثاني فهو خلق بيئة تنظيمية مواتية للاستثمار، ونحن نؤمن بقدرة سلطة النقد الفلسطينية على بناء بيئة تنظيمية مواتية كما ثبت على مدار الأعوام الماضية، ونتطلع إلى تعزيز هذه البيئة لصالح القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام. والعنصر الأخير هو تطوير منتجات وخدمات مصرفية مختلفة وجديدة من أجل تخفيف مخاطر الإقراض. وفي إطار وجود استراتيجية للشمول المالي وبيئة تشريعية داعمة لنمو مستدام للقطاع المالي، يطرح السؤال: هل تتوفر الخدمات المالية بشكل كاف يدعم حصول كافة الفئات المجتمع على منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم؟ ويجب أن يتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام. وانطلاقا من ذلك، كان ولا بد أن يتم النظر في كيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل في مجال الخدمات المالية، والذي يشكل فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة قدرة الأفراد والمؤسسات على الحصول على التمويل والخدمات الأخرى التي تعمل على دمجها في الاقتصاد وتحويلها لعناصر فاعلة فيه. وعلى ذلك يركز جانب كبير من استراتيجية البنك الدولي على تعزيز الشمول المالي للفئات التي لا تحصل على خدمات كافية. وتعمل IFC في فلسطين بالاشتراك مع شركائنا على تحقيق هذا من خلال تهيئة بيئة مواتية للأعمال، مثل قانون ضمان الأموال المنقولة، سجل الأموال المنقولة، قانون التأجير التمويلي، ودعم المؤسسات المالية والبنوك من جوانب مختلفة بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المملوكة للنساء. ختاماً، لكي يقوم القطاع المصرفي بدوره في تنمية الاقتصاد، لابد من وصول خدماته لجميع فئات هذا الاقتصاد، وبنفس الوقت لابد من قيامه بتطوير آليات عمله بما يخدم هذه الفئات من خلال توفير خدمات تتناسب مع احتياجاتها، لا أن يكون مدفوعا فقط بما يرغب القطاع بتقديمه. شكرا لاستماعكم. شكرا سيد يوسف حبش. تساهم الحكومة الألمانية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال عدة برامج ومشاريع تستهدف بشكل خاص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونتقدم لهم بالشكر والتقدير على جهودهم ودعمهم المتواصل. يسرني أن أدعو ممثل الحكومة الألمانية السيد كريستيان كلاغس لتقديم كلمته.
السلام عليكم. I apologize that I will speak English. I could give my little device to my neighbor who will use it hopefully and get an Arabic translation. Mr. Excellency Azam Shaba, Governor of the PMA, Excellency Maal Masri, Chairman of the Board of Directors of the Association of Banks, Yusuf Habash, IFC representative, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's really a pleasure and a privilege to be here and also to listen to your statements, Governor and Chairman, because it gives me as a guest in Palestine, with a political mandate and interest, the opportunity to see whether our thoughts on the neuralgic points and on the fields of problem, in this case in the banking and financial sector as a vital sector of the economy and the well-being of the country, whether these goes in line and whether also our international identification of the neuralgic points are correct. I was in this sense, dear participants in Jericho and dear participants in Gaza, very happy that the governor was mentioning the elections and addressed them in a manner that they are already a given fact that they will take place. And I can only say, as representative of European countries in Palestine and Ramallah, that we are fully supporting this important enterprise to regain legitimacy, trust, and also a legislative supervising the government. And last but not least, of course, to possibly come to a point where the division can be overcome. I have been asked by my people to focus on the German contribution to the financial sector in our economic cooperation and our age-long economic cooperation with the Palestinian Authority, which is in the economic financial field, focusing on support to SME. Yeah. We conducted our recent bilateral government-to-government negotiations also on this sector and agreed upon further commitments in the area of innovative financial solutions. Unfortunately, and previous speakers have pointed to that, recent months have been difficult for the financial sector with raising levels of non-performing loans, with an impact also on small and medium enterprises lending. The economic situation in Gaza is even more difficult than in the West Bank. We are hoping that a sustainable solution to the fiscal crisis can be found in due time and urge all involved parties to implement also Paris Protocol and possibly open up outdated clauses of it. Turning to our support to the SME via KfW and GIZ, to whom I may express my gratitude also here for their long engagement. The EPCGF, the European Palestinian Credit Guarantee Funds, was actually, as I learned, initiated by KfW almost two decades ago, which offers guarantees for SME lending that would mitigate the high risk associated with this sector. EPCGF also helps microfinance institutions to have access to the Palestinian banking sector for refinancing. And of course, EPCGF supported very much in setting up this year's banking conference today. Thank you so much. Second point, the regional initiative SANAD that was funded by the German government, European Union, and I'm greeting also the EU representatives here in this conference and others to support microfinance institutions with funding and technical assistance. Third,
The Palestinian Deposit Insurance, PDIC, is a key component of a more resilient financial sector. Germany supports the PDIC with a capital endowment and also technical assistance. Fourth, via technical cooperation, we support regional knowledge transfer and support to policymakers in Palestine in the areas of microfinance and consumer protection, including with impact to the National Financial Inclusion Strategy of December 2018. What does that mean? I mean, I asked my experts, to which I do not count myself, what this actually means in results. And I learned that the microfinance sector has grown remarkably in its reform process and has doubled its number of active clients and experienced an average annual growth rate of 16% between 2010 and 2016. The second result is that this translates into a microfinance market today supporting the creation of more than 5,000 jobs each year and the maintenance or improvement of more than 19,000 jobs each year. Regarding the EPCGF, you know, since the establishment of the EPCGF, it managed to approve 6,500 SME loan guarantees for a total amount of more than $300 million US dollars, which is not much, maybe in absolute terms, for representatives of big banks dealing with other dimensions of money, but regarding SMEs, which includes also micro SMEs. This means a lot regarding existence and also a certain level of sustainability of their economic existence in the Palestinian market. The total startup loan guarantees approved by the EPCGF were 51 for a total amount of almost $3 million. And under this youth micro startup program, which I was addressing just 2 cents ago, there were so far 95 loans for a total amount of $600,000. In addition, EPCGF supports the microfinance sector through approval of guarantees for microfinance institutions to allow them to access commercial loans from banks. This amounted to a total of $13,450,000 US dollars. And EPCGF gave direct loans to microfinance institutions of more than or almost $3.5 million to help them expand their lending to micro exercises. Ladies and gentlemen, the Palestinian financial sector faces many challenges. Some of them are discussed today during this conference, but there are also many opportunities to further build a well-functioning Palestinian financial system that embraces innovations and its resilient to crisis. My country is committed to accompany the Palestinian financial sector in the future so it can play its role in strengthening the economy in various sectors, including SME, and create much needed jobs in Palestine. I'm supposed now to speak about digitalization, and that is certainly also for the financial sector of ultimate importance, of major importance, and which will then finish in the question to ask when we would see the first online-only bank in Palestine and whether this would come soon. That is supposed to be in the context of fintech, which is being discussed everywhere. Against the backdrop of financial inclusion, alternative as such financing, most often leveraged through the managed technology, can provide an innovative solution for many consumers and micro, small, and medium-sized enterprises that the sector banking sector does not or cannot serve. Therefore, Germany will continue to engage with Palestinian partners in fostering innovation in the sector and ensure that consumer protection and awareness go hand in hand. My last point, if I
if I may. There is no, I think it's fair to say, no sustainable perspective for financial economic development in Palestine as long as the occupation continues to impact on the realities of the society as it does. And I announced this to Hashem Shaba that I would mention J Street visit recently with a number of Congress members from Washington. And I must say that all people who were there were deeply impressed by the presentation of the director of the Bank of Palestine on these realities and their impact also on the financial and on the economic situation, and we must be aware of that. This was extremely impressive, and it shows also in other terms the qualities of the banking sector and of you all. So I wish you a fruitful conference, and thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Christian. والآن مع كلمة ترحيبية نتشرف بكلمة لعطوفة محافظة أريحة والأغوار الأخ جهاد أبو العسل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد. برحب باسمكم جميعا بأخي عطوفة محافظ البنك الاستثمار الفلسطيني سلطة النقد الفلسطيني والأخي ماهر الأخوة ممثل السفارة الألمانية كل باسمه ولقبه في هذا المؤتمر الاقتصادي في محافظة أريحة. نشكر أخي محافظ سلطة النقد على هذا الاجتماع في محافظة أريحة، هذه المحافظة الصابرة الصامدة. احنا بنقول انه الاحتلال هو المعيق الوحيد امام التطوير، امام الاقتصاد، امام كل شيء. هو الاحتلال اللي بحط المعيقات امام شعبنا، امام تطوير شعبنا. احنا قبل كل شيء بنطالب انه انهاء الاحتلال حتى تتطور اقتصاديا وصناعيا وزراعيا في كل انحاء فلسطين وفي غزة الحبيبة، الجناح الاخر من جناحين الوطن. هذه البلد اللي مستهدفة، البلد المدمرة، البلد المهمشة. احنا كمان في أريحة في اغوارنا، الأغوار هاي بنطالب أخي عطوفة المحافظ إنه أريحة الأغوار مستهدفة، إنه إحنا إيش نعزز صمود شعبنا على هاي الأرض. شيء مهم ومهم جدا إنه نفكر لأغوارنا العزيزة إيش إحنا نقدم لها، شو نعمل من أجل تعزيز وصمود الناس على هاي الأرض. إحنا بنشكر جمعية البنوك على موقفها هذا العام، كان عام صعب وصعب جدا على شعبنا وعلى سلطتنا وعلى كل مناحي الحياة في فلسطين، إلا أنه جمعية البنوك والبنوك كان لهم الدور الإيجابي والدور الكبير في تعزيز صمود شعبنا في الثبات من أجل الوقوف أمام الهجمة الشرسة، هاي الهجمة الصهيونية اللي هي فكروا انه قطع الرواتب، انه شعبنا وسلطتنا انه بتيجي راكعة على رجليها. هم بيجهلوا هذا الشعب وبيجهلوا معنوية وقوة هذا الشعب. شعبنا لن يرفع الراية البيضة ولن يستسلم، سيبقى توجيهات قيادته، معنويات قيادته، قيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، سيبقوا صامدين، سيبقوا ثابتين على هذه الأرض بوجودكم وبدعمكم جميعا. جميع البنوك الفلسطينية احنا بنقول لكم شكرا على وجودكم، شكرا لحضوركم، يعطيكم العافية واهلا وسهلا فيكم. شكرا عطوفة المحافظ.